بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. متابعي القناة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. عودة المنتخب الوطني الجزائري إلى المباريات الدولية. انطلق تربص المنتخب الجزائري في مركز سيدي موسى في أجواء رائعة، وهذا تحسبا للمباراتين اللتين ستجمعه مع فريق زيمبابوي في الجزائر ذهابا وإيابا في العاصمة هراري. وعرفت القائمة تخلف اللاعب فارس بسبب غلق الخطوط الجوية في إيطاليا، وتم تعويضه باللاعب عبد اللاوي لاعب سيون السويسري، وكذلك غياب لاعب نيس عطال بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتم تعويضه باللاعب الآخر بن عيادة. أما عن رامي بن سبعيني فسيلتحق الأربعاء بالتربص رفقة اللاعب عبد اللاوي. أما بقية الأسماء فقد وصلت إلى الجزائر تباعا. وأجرى المنتخب مساء الاثنين حصة تدريبية تخللها اجتماع بين الطاقم الفني بقيادة بلماضي واللاعبين، وهذا من أجل وضع النقاط على الحروف عن كيفية تسيير المعسكر الذي سيمتد لمدة 11 يوم، حيث سيكون من الضروري على المنتخب الجزائري الفوز بالمباراتين القادمتين من أجل ضمان التأهل مبكرا لكان الكاميرون في سنة 2022. وكذلك مواصلة المنتخب الجزائري سلسلته الإيجابية دون هزيمة في 20 مباراة متتالية، وسيكون ملعب 5 جويليا مسرحا لمباراة الأولى التي ستكون الخميس القادم بداية من الساعة 7:30 مساء، لكن بدون حضور الجماهير، وستكون منقولة على قنوات التلفزيون الجزائري وكذلك القناة القطرية بين سبورت. سيكون غياب الجماهير بقرار من الاتحادية الإفريقية لكرة القدم بسبب تفشي وباء كورونا في جل القارة الإفريقية. هذا هو جديد المنتخب الوطني الجزائري. في الأخير إخواني، إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على لايك ودعمنا وتشجيعنا من أجل تقديم المزيد. إلى اللقاء.